غدر البشر، قمة الألم لأم أن يقتل ابنها أمامها ولا تستطيع أن تنقذه، قمة الألم أن ترى دماء ابنها ولا تستطيع أن تضمد جرحه. أي زمن أصبحنا نعيشه؟ أي توحش أصبح يسكننا؟ عندما تقتل الوحوش بعضها بعضا نقول عنها وحوش بلا عقل. فماذا عنا نحن البشر عندما نقتل بعضنا بعضا؟ لماذا أصبحنا بهذه الدرجة من التوحش؟ لماذا الحروب؟ لماذا القتل؟ لماذا الدمار؟ لماذا كل هذا؟ لماذا مات الحب والرحمة بيننا؟ لماذا ماتت الأخوة؟ لماذا أصبحنا أعداء؟ لماذا أصبحنا أعداء؟ الأخ يقتل أخاه والصديق يتربص بصديقه. أي زمن هذا؟ إلهي، هل هي نهاية الكون أم أن تلك هي الحياة؟ كل يوم دمار. لماذا اليمني يموت برصاص سعودي؟ لماذا العربي يفجر أخاه العربي؟ لماذا غابت الرحمة من زمننا؟ أصبحنا نعيش زمنا كله غدر وخيانة. لماذا لم تعد لنا أخلاق إسلامية؟ لماذا لم تعد بيننا رحمة ومودة؟ أصبح الغدر والنفاق هو العنوان. لماذا؟ هل غابت الإنسانية من حياتنا؟ هل أصبحنا وحوشا بعقول آدمية؟ ماذا نحن؟ هل نحن قتلة؟ هل نحن بشر؟ فمن نحن؟ إننا بشر متوحشون. نعم، إننا بشر بلا عقول، بلا رحمة، بلا تفكير. لماذا؟